احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند السؤال ده، السؤال ده ممكن نحله بطريقتين، في طريقة اوفيشيال وطريقة مش اوفيشيال. يعني المفروض ان انت اما تحل بطريقة الكتاب. طيب نحل بطريقة الكتاب الاول. احنا عندنا دي مسألة، المسألة دي بتتكلم عن the diagram shows a scale of ammeter. انا اول ما اشوف كلمة اميتر، معلش بس افكرك كده بالاميتر، كان عبارة عن ايه؟ عبارة عن جالفانوميتر، الريزيستنس بتاعته ار جي، ومتوصل معاه ريزيستنس اسمها ار ستاندرد. ماشي، وبطارية ليها انترنال ريزيستنس، في ريزيستنس تانية اسمها ار فاريبل، وفي حتتين كده او تو بين كده عشان تحط هنا الار اكس او ريزيستنس الانون ريزيستنس. كانت فكرته ان احنا بنخلي ده على الماكسيمم، تمام. ار في كانت بتادجست الماكسيمم، ار ستاندرد بتبروتكت الجالفانومتر ده، وبنظبط ده على الماكسيمم. اول ما نحط هنا ار اكس بيبدأ الماكسيمم ده يقل. والله كان مثلا كان الماكسيمم كان عند 400، قل بقى عند 300، سينس ان الار انفرس مع او الاي انفرس مع الار، الاي انفرس مع الار، هي كانت ب 400 قلت 300، ده مين؟ ده الاي، معناه انه قل 100، يبقى الار اكس اللي انا حطيتها دي بتساوي 100، لان الار اكس في البدايه خالص كانت بكام؟ كانت بزيرو، كنت انا سايب دي فاضيه، كنت موصلهم كده ببعض. ايه دي فكرته باختصار؟ قوانينه اي جي ايكوال في بي على ار ديفايس، وحاول تحفظها بالترتيب اللي انا قايله ده. ايه ار ديفايس دي؟ ار ديفايس دي اللي هي مين؟ اللي هي ار جي الاساسيه، ار فاريبل وار ستاندرد، ممكن يفصلهم او ممكن يجيبهم الاثنين مع بعض. بمعنى ايه؟ يديك واحده منهم بس، والاولانيه شامله التانية، حط دي جوه دي او دي جوه دي مش مشكله. يعني لو ما لقيتش ار فاريبل او ار ستاندرد ما تتخضش، ممكن يكون هو دمجهم الاثنين مع بعض زائد الانترنال، وطبعا ممكن ساعات يعمل نجلكت الانترنال. القانون الثالث، احنا قلنا الاي لما الماكسيمم ده اي جي، فكنت انت ما عندكش غير ار ديفايس بس، ما كانش فيه ار اكس، اول ما توصل ار اكس مش هيبقى اي جي، لان اي جي ده الماكسيمم، هيقل يبقى اي، يبقى 300. فالاي في الحاله دي هيبقى في بي على ار ديفايس بلس ار اكس، تمام. تعال بقى نحل المساله بتاعتنا. هنا بيقول لي وات از ذا ريليشن بتوين ذا فاليو ار 1 وار 2 اون ذا اوميتر سكيل. ار 1 موجوده فين؟ لما الاي بيساوي نص الاي جي. خلي بالك ده الاي جي، ده الماكسيمم. لما الماكسيمم ده يقل لنص الاي جي بقى اسمه اي. هنا كده يعني الاي اللي هو بيساوي نص اي جي ايكوال في بي على ار ديفايس بلس ار اكس، هنا بكام؟ بار 1، هو ده السكيل بتاع ار اكس. طب ما اي جي بص كده في بي على ار ديفايس بس، يعني انا ممكن اقول نص في بي على ار ديفايس ايكوال في بي على ار ديفايس بلس ار اكس. حد شاطر كده يقول لي طالما اللي فوق بيساوي اللي فوق يبقى اللي تحت بيساوي اللي تحت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان 2 ار دي ايكوال ار دي بلس ار اكس. ار اكس دي اللي هي مين؟ اللي هي ار 1، سوري، يبقى دي خليها ار 1 بقى، احنا معوضين عنها ار 1 من الاول. 2 ار دي ماينس ار دي يبقى ار دي بس ايكوال ار 1، يبقى ار 1 بتساوي مين؟ بتساوي الار ديفايس بس. طب تعالى نعمل نفس الكلام عند دي، عند ار 2. ار 2 هيبقى الاي اللي هو بيساوي ربع اي جي ايكوال في بي على ار ديفايس بلس ار اكس اللي هي ار 2.
هنشيل اي جي ونعوض عنه، يبقى ربع في بي على ار ديفايس بلس ار ون، سوري ار ديفايس بس ده اي جي، ايكوال في بي على ار دي بلس ار تو. برضو اللي فوق بيساوي اللي فوق، يبقى اللي تحت بيساوي اللي تحت، يبقى فور ار دي ايكوال ار دي بلس ار تو. ار دي فور ار دي ماينس ار دي يبقى تلاتة ار دي ايكوال ار تو، يبقى ار تو بتلاتة ار دي و ار وان بار دي. يبقى اذا لو انا عملت ار وان على ار تو هيساوي ايه؟ هيبقى ار دي على تلاتة ار دي، الار دي تروح مع الار دي، يبقى ار وان على ار تو بوان على ثري، ار وان على ار تو ايكوال وان على ثري. اعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى ار تو ايكوال ثري ار وان، اللي هي دي ار تو. لازم نعمل الدايرة كلها اهو، يبقى ار اعمل كروس مالتيبليكيشن هنا، هتلاقي ار 2 في 1 ايكوال 3 ار 2 في 1 ايكوال 3 ار 1 اللي هي دي. في حل نان اوفيشال ممكن تبقى تتأكد بيه من الإجابة بتاعتك، اللي هو ممكن تقول ان الار اكس، احفظه بقى، ايكوال ايه، مش هنشرحه لان مفيش مكان، ايكوال ان ار دي. في الحالة دي الاي ايكوال وان على ان ماينس وان ماي جي. تعالوا نتأكد من الكلام ده كده، يعني لو الاي بنص الاي جي، هنا كان نص، هنا الاي الاي بنص اي جي، نص اي جي ماشي اهو. في اول واحدة الاي ايكوال نص اي جي، يبقى الان ماينس وان بتو، ان ماينس وان ايكوال تو، يبقى الان بكام؟ دي ان بلس وان، سوري ان بلس وان بتو، يبقى الان بكام؟ يبقى الان هنا بوان. طالما ال n ب1 يبقى ال rx بتساوي كام؟ n rd. طب ال rx هنا اللي هي مين؟ اللي هي r1، يبقى r1 equal rd. طيب ناخد الحالة التانية اللي هو ال i بيساوي ربع i g، ده حل مش official ماشي. ربع i g يعني n plus 1 equal ربع equal 4 سوري، تبقى ال n بكام؟ تبقى ال n ب3، يبقى في الحالة دي ار تو ايكوال ثري ار دي وهكذا. طب انا جبت دي منين؟ يعني انا جبت الريليشن دي منين؟ من هنا برضو، انا عندي الاي جي، يعني الريليشن دي انا استنتجتها، عندي الاي جي ايكوال في بي على ار ديفايس، والاي ايكوال في بي على ار ديفايس بلس، حط كده الار ديفايس الار اكس بار دي، هتلاقي نفسك بتقول الاي ايكوال في بي على 2 ار دي. طب ما في بي على ار دي هي اي جي، يبقى هتلاقي نفسك بتكتب كده نص اي جي، اعملها كمان مره بس حط دي 2 ار دي، هتلاقي نفسك ماشي بسيكونس ان لو الاي ايكوال 1 على ان بلس 1 اي جي، الار اكس هتساوي ان ار دي. لو في فرصة تانية هنبقى نشرحها بالتفصيل. هنا بيقول لي choose the correct answer، the maximum kinetic energy of electron freed from surface of metal when a monochromatic light is incident on it increase by decreasing. طب باختصار كده برضو نفتح موضوع الفوتوإلكتريك افكت، احنا كنا بننزل لايت على ميتال يطلع الكترون، كل فوتون بيطلع الكترون،
عشان كده سميناها فوتو الكتريك افكت. طيب الفوتو الكتريك افكت دي احنا اللي نازلين بيه ده اسمه ايه فوتو. هنا في نادي والعيب. النادي هو الاتوم، النادي الاهلي مثلا هو الاتوم او النادي الزمالك عشان الناس ما تزعلش. اللعيب هو الالكترون. انا عشان اخد لعيب من النادي الاهلي او النادي الزمالك اخرجه بره، يعني اصفره بره يحترف بره في نادي زي اي نادي محتاج ياخد يشتري لعيب مثلا من النادي الاهلي او من النادي الزمالك، لازم يدفع للنادي ويدفع للعيب. النادي بياخد اي دبليو والباقي ياخده اللعيب. يعني انت عشان تخرج الالكترون ده لازم تدفع للاتوم وتدفع للالكترون. تمام. انت حضرتك اللعيب مثلا محتاج 300,000، انت رحت دافع 700,000 مثلا، دفعت 700,000، النادي هياخد 300,000، يبقى 400,000 هياخدهم الالكترون. طب لو انت نازل ب300,000 بس، انت كده دفعت للنادي، فالنادي هيقول لك تمام انا خدت فلوسي، اتفاهم بقى مع اللعيب. ممكن اللعيب ما يرضاش يجي معاك وانت ما اديتوش فلوس. يبقى في الحالة الاولانية الالكترون هيخرج ان انت دفعت اكتر من الاي دبليو. في الحالة التانية لو انت خليتها ايكوال بالظبط، الالكترون هيبقى فري بس ممكن ما يروحش يحترف بره، ما يجيش معاك. احنا ده النادي الاجنبي اللي جاي من بره اللي عايز يشتري اللعيب. وممكن لو انت رايح مثلا باقل من اي دبليو، فالنادي هيقولك لا انت ما جبتش حتى ايه الرقم بتاع العقد بتاع الايه بتاع اللعيب بتاعي، فانا مش هبيع لك اللاعب ده. باختصار كده تبقى الاي فوتون، انت بتنزل فوتون صح على ميتال فبتطلع الكترو. ده نادي اجنبي وده النادي المصري وده اللعيب. حضرتك دفعت 700,000، لو النادي خد 300 اللعيب ياخد 400. الفوتون تبقى ايه فوتون ايكوال الميتال، بنسميها ورك فانكشن اي دبليو. اللي هياخده الالكترون هياخده في صورة كايناتيك انرجي هيتحرك بيه. تبقى ايه فوتون ممكن نخليها اتش نيو اي دبليو، اسمها اتش نيو كريتيكال. كايناتيك انرجي بتاعت الالكترون هاف ام ام في سكوير. ايه الهبل اللي احنا بنعمله ده؟ اه مش هبل ولا حاجة، كمل بس معايا. اتش سي على لامدا، مش النيو سي على لامدا، ايكوال اتش سي على لامدا كريتيكال بلس هاف ام في سكوير. طيب ذا ماكسيمم كايناتيك انرجي of electron freed from the metal surface when the monochromatic light is incident on it increase by decreasing. يعني هو عايز يزود ايه؟ عايز يزود دي كايناتيك انرجي. طب دي بتبقى مكتوبة في العقد بتاع اللعيب، يعني دي خاصة بالميتال، كل ميتال ليه اي دبليو معين. الله، يعني اي دبليو دي ما بتتغيرش غير لما اغير الميتال. تمام، يعني دي مش هتتغير الا لما اغير النادي نفسه. اه كل لعيب بيبقى مكتوب في العقد بتاعه الرقم بتاعه. طيب يبقى اذا الاي دبليو دي ثابته، عشان ازود دي لازم اروح ازود دي. طب دي ازودها ازاي؟ يا اما ازود الفريكوانسي يا اما اقلل الويف لينث. هي هنا بيقول لك ديكريز، لو قال لك انكريز قول له هزود الفريكوانسي، طب لو قال لك ديكريز يبقى اكيد هتقول له ايه الويف لينث. مش عارف بس انا ببسط على قد ما اقدر، بس مش عارف هتكونوا فهمتوا ولا لا. لو ما فهمتوش نبقى نعيد تاني، اكتبوا لنا في الكومنتات. compare between الموفينج كويل جالفانوميتر والهوت واير اميتر من حيث ايه؟ لازم هتقارن من خلاص the reason ايه for settling the pointer at a certain reading. يعني اللي بيخلي البوينتر يقف عند ريدنج معينة. الموفينج كويل الاميتر ده اللي هو كان بيشتغل بالتورك، ماشي. طيب التورك ده كان بيقف ازاي؟ كان في حاجة اسمها سبايرال سبرينج
كانت بتعمل حاجة اسمها انتي تورك، يعني عكس التورك بتاع مين؟ عكس انتي تورك في السبايرال سبرينج. لان هو كل ما يلف الكويل يلف معاه السوستة او السبايرال سبرينج، فالسوستة دي ليها اخر، فتجيب اخرها وتقف. تقف امتى؟ لما التورك بتاعها يساوي التورك اوف كويل. الحالة دي يحصل ايه؟ يحصل ستوب للبوينتر عند ايه؟ عند ريدنج معينة. طب هنا في الهوت وير اميتر اللي كان بيعتمد على الهيت، لما درجة حرارة البلاتينيوم اريديوم واير تثبت. طب تثبت ازاي؟ لما تكون الهيت اللي بيكتسبها ايكوال الهيت راديتد، يعني انت عمال تسخن وهو عمال الجو يبرده بنفس الايه، بنفس المعدل او بنفس الريت. ففي الحالة دي درجة الحرارة تثبت، فالمؤشر يثبت. هو المؤشر بيتحرك ازاي او البوينتر بيتحرك ازاي؟ عن طريق الهيت. طيب هنا بيقول لي برضو انت السؤال ده اختيار، يعني المفروض تحل ايه او بي، وانا بحل الاتنين عشان بس احنا بنتدرب لسه. طيب هنا بيقول لي 3 كويلز XL1 XL2 XL3 connected in series. عايز ايه؟ عايز الماتيماتيكال ريليشن يوزد تو كالكوليت التوتال رياكتانس اللي هي XL total بتساوي XL1 طالما سيريز بلس XL2 بلس XL3 هو ايه لتلاتة بالإجابة. يعني بالنسبة للكويل بنعملها عادي. طب لو هما بارل دي الإجابة خلاص، اللي جاي ده شرح. لو هما بارل هتقول 1 على XL total equal 1 على XL1 بلس 1 على XL2 بلس 1 على XL3. طيب طب لو هما ايكوال في حالة السيريز هتقول XL total بتساوي N XL اي واحدة منهم، وفي حالة البارل هتقول XL total equal XL على N اللي هي كانت R total equal N R و R total equal R على N. ما هو زي الريزيستنس بالظبط، بس برضو في نقطة، في نقطة مختلفة ان احنا ممكن نشتغل مع ال L. نقول L total equal L1 في حالة السيريز برضو بلس L2. يا جماعة كل ده ملوش دعوة بالإجابة، الإجابة ايه؟ انا جاوبت خلاص. L total equal L1 plus L2 plus L3. بس بعد ما تجيب L total حضرتك هات له XL total. ده في حالة ايه؟ في حالة ان هو لو مديك في المسألة L مش XL. طب اجيب XL total ازاي؟ 2 by F L total اللي انت جبتها. وكذلك في السيريز ممكن تقول له 1 على L total equal 1 على L1 plus 1 على L2 بلس 1 على L3، وبعدين تقول له XL total equal 2 by FL total. طيب لو XC طالما برضو series يبقى XC total equal XC1 بلس XC2 بلس XC3. هيجي في ذهنك هنا، انا جاوبت خلاص يا جماعة، هيجي في ذهنك هنا يعني زي تشويش كده يقول لك ايه، لا ده احنا كنا بنقلب السيريز نعمله بارل. لا مش مع دي، مش مع الاكس سي، مع السي. يعني لو هو قال لك مع السي يعني الاكس سي توتال تقدر تكتب كل الكلام ده تاني، مفيش اي مشاكل. تكتب ان تكتب القانون ده بس خليه اكس سي ماشي، وتكتب القانون ده اهو ده بتاع السيريز، متماثلين في الحالة دي فيما عدا لو انت بتتعامل مع السي. انت هنا لو بتتعامل مع ال برضه السيريز بتعمله سيريز والبارل البارل وبتجيب اكس ال توتال عادي. لكن السي توتال لو هما سيريز هتقول 1 على سي توتال ايكوال 1 على سي 1 بلس 1 على سي 2 بلس 1 على سي 3. برضه لو في فرصة هنبقى نشرح البروف ده جه منين. ده السيريز والبارل بتعمله كده، سي توتال ايكوال سي 1 بلس سي 2 بلس سي 3، وفي الاخر تجيب اكس سي توتال ازاي؟ 1 على 2 باي اف سي توتال في الحالتين يعني. ده الاختلاف، لكن الاجابات اهي، ادي واحد وادي اجابتي التانية.
بيقول لي rectangular coil of cross section area، اكتب جنبها كده الاريا ماشي 100 تيرن، يبقى دي الان. روتيت ات ريت كذا بير مينيت 600 بير مينيت. ايه الريت ده؟ الريت ده اللي هو نمبر اوف ريفوليوشن بير مينيت، يعني كأنه نمبر اوف سايكل او روتيشن او ريفوليوشن على التايم. مش ده الفريكوانسي؟ اه. يبقى الفريكوانسي 600 على 60، 600 على 60 تطلع بكام؟ بس عشان ايه ما نغلطش، مش قال مينت، 600 على مينت تطلع ب 10، و 10 ده رقم قليل اوي، محدش بيشتغل ب 10، ده يعني اقل حاجة في الفريكوانسي 50 بالنسبة للدينامو يعني. ان يونيفورم ماجنتيك فلكس دينستي، يبقى دي جنبها كده البي. كالكوليت ذا الكتروموتيف فورس انديوسد ان ا كويل افتر كذا فروم بوزيشن بينج بيربنديكولار. لو رجعتوا للفيديوهات اللي احنا حالين فيها الدينامو، هنقول هتلاقي كلمة بيربنديكولار دي الكويل اصلا بتاع الدينامو بيبدأ ان هو الستارت الديفولت بتاعته ان الكويل يبقى بيربنديكولار. يعني ايه بيربنديكولار؟ يعني كأنه بيبقى كده. والماجنتيك لاينز ماشية كده، هو كده بيربنديكولار. اه الكوين نفسه بيربنديكولار، عشان كده لما بنرسم اللي خارج من الدينامو كاي سي بنرسمه في البداية بزيرو، وبعد كده بيوصل للماكس وهكذا. طب ليه الكويل وهو بيربنديكولار للاي ام اف بزيرو؟ لان احنا ما بنشتغلش مع الكويل، احنا بنشتغل مع النورمال على الكويل. طيب وفي البداية خالص الكويل الكويل هيبقى بيربنديكولار، لكن النورمال عليه بارل، فتبقى سيتا بزيرو، فتبقى الاي ام اف بزيرو. يعني هو بيقول لك ابدأ من عند النورمال بس بعد ما يعمل تايم كام؟ تايم ده. طيب احنا جبنا الفريكوانسي، يعني هو كده عايز انهي اي ام اف في الدينامو؟ سي ام اف في الدينامو في كذا حاجه، في افريج وفي انستانتينوس وفي ماكسيمم. هو عايز الانستانتينوس فاليو اللي هي مرتبطه بتايم، اللي هي بتساوي نبوي ساين سيتا او نباوي ساين سيتا. ال n النمبر اوف تيرن، ال b الماجنتيك فلكس دينستي، ال area مديها لك جيفن وحتى مش هتتحول، ال omega 2 باي اف وال f جيفن. فاضل عندي حاجة واحدة بس، السيتا. تعالى ناخد السيتا دي على جنب. السيتا بتساوي 360 اف تي. لو انت مش عارف القانون ده جه منين، كانت اوميجا اللي هي الانجلر فيلوسيتي كانت سيتا على تي، تبقى سيتا اوميجا في تي. طب ما اوميجا 2 باي اف تي، بس احنا عشان بنجيب انجل تبقى الباي ب 180، يبقى سيتا ايكوال 2 باي، يعني 2 في 180 تطلع 360 اف تي. احنا بنحفظها بقى كده عشان ايه ما نقعدش نصدع دماغنا. طيب يبقى اذا انا هجيب السيتا الاول. السيتا هتساوي 360 في 10 في تي جيفن 0.025. نشوف السيتا دي هتطلع كام. ادي 360 في 10 في 0.025، السيتا طلعت بكام؟ ب 90. يبقى كأنه بيعايز الـ EMF max. يبقى الـ EMF، بس أنا مش هكتب max، أنا هنقول اكتبها عادي كده، الـ EMF instantaneous equal، هنعوض بقى الـ N بـ 100، الـ B بـ 0.1، الـ area 0.07، الـ omega 22 over 7 2 باي في الاف اللي هي ب 10 ساين، اكتبها برضو ساين 90 حتى لو هي ب 1 ساين 90، ونكتب نضرب الكلام ده كله تبقى كام؟ يبقى 100 في 0.1 في 0.07 اللي هي الاريا في 22 اوفر 7 في 10 تطلع بكام؟ 44 فولت.
ماشي، اللي مش ماشي. السولينويد اوف لينث، السولينويد اوف لينث، يبقى ده ال ال، وادي النمبر اوف تير، ال ده لينث ماشي، عند كروس سكشن اريا اهي. ات كاري ان الكتريك كارنت اوف انتنسيتي، يبقى ده الاي. given the permeability of air كذا، calculate the magnetic flux density at a point at on its axis inside it. ده السولونويد، القانون بتاع السولونويد. خلينا نقول التلات قوانين، البي بتاعت الستريت واير كانت ميو اي على 2 باي دي، والبي بتاعت السيركولار كويل كانت ميو ان اي على 2 ار، حيث ار ده الراديوس بتاع الكويل، وان النمبر اوف تيرن، والبي بتاعت السولونويد كانت بتساوي ميو ان اي على ال سولونويد. طب ايه اللي مش جيفن؟ كله جيفن. تعالى، يبقى البي ايكوال ميو 4 باي تايم 10 باور نيجاتيف 7 في ال ان النمبر اوف تيرن 400. ايه تاني؟ الاي ب 2 امبير على ال لينث 0.5 متر. تعالى نحسب دي كده، نحسب معايا طلعت تقريبا بفايف. ممكن يعني يا جماعة بس عشان الاستعجال براجعوا الأرقام دي، 5.028 تايم 10 باور نيجاتيف كام؟ 6. دي ايه بقى؟ تسلا. طيب بيقول لي ذا كوفيشنت اوف سيلف اندكشن اوف ذا كويل، اللي هو ال 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 ده مش كان بيساوي ميو ان سكوير اريا على لينث؟ طب ما سهل، تعالى نعوض. يبقى ال L ده بيساوي ال L اللي هو ال self inductance coefficient أو self inductance، ميو تبقى 4 باي تايم 10 باور نيجاتيف 7، n سكوير يبقى 400 سكوير، ال area اديهالي 0.01 0.001، ما هو احنا بناخد ال cross section area، على اللينث اللي هو برضو بزيرو بوينت فايف. احسبها انت بقى، عايزين ننجز. بيقول لي منشن وان فاكتور، برضو وان فاكتور عشان ما تقعدش تصدع دماغك، الماجنتيك دايبول مومنت اللي هو الام دي، اللي هو كان القانون بتاعه اي في اي على ان، او تورك على بي. طيب عندك one factor، عندك ثلاثة هم I و A و N. mention one factor برضو، the direction of mutual force between two parallel wire each carry current كذا. ال mutual force دي لو تفتكر اللي هي، لو أنا عندي هنا I1 وعندي هنا I2، أنا بعتبر I1 ده كأنه magnet بيأثر على I2، فأنا عايز أجيب الفورس مثلا بتاعت 2، فهاخد ال B بتاعت 1 اللي هي B1 في I2 في L، حيث L ده ايه؟ اللينث بتاعهم او اللينث المشترك ما بينهم، عشان كده مش هنقول لا L1 ولا L2. فلو انت عوضت عن B1 ميو I1 على 2 باي D، حيث دي الديستنس اللي ما بينهم وهنا I2 و L، هتلاقي الميتوال فورس دي. ولو انت عكست تفكيرك خليت ده الماجنت وده الواير اللي عليه الفورس، هتطلع نفس النتيجة، يعني اللي هي الميتوال فورس دي بتساوي ايه؟ ميو I1 I2 L على 2 باي دي. حضرتك بيقول لك one factor، يعني مش لازم تقول كده كل ده، ممكن تقول I1 أو I2 أو اللينس أو الديستانس ما بينهم. two parallel wire each carrying an electric current. بيقول لي the diagram show two vectors represent total voltage V
total voltage V يعني ده ال V total and the current I in AC circuit. This circuit consists of AC supply connected to. لما تلاقي V total هنا تخيل كده يبقى مين سابق مين، يبقى ال I سابق ال V. طب ال I كان بيسبق ال V بكام في انهي رسمة؟ لما تلاقي ال I سابق ال V ده في حالتين، يا اما عندك كاباستور بس الكاباستور بس كان ال I هنا، كان الفرق بينهم كام؟ 90. كان ال V ال I سابق ال V بكام؟ ب 90. طيب طالما مش ب 90 وال I سابق ال V يبقى ده ريزيستنس وكاباستور. طب لو لقيت ال V سابق ال I يبقى ده كويل وريزيستنس. طب لو لقيت ال V وال I ماشيين مع بعض يبقى ده ايه؟ يبقى ده ريزيستنس بس. يبقى هنا نختار انهي واحدة، كاباستور بس غلط، المفروض يبقوا ايه؟ بيربنديكولار او كاباستور بس، يعني الفيز ديفرنس ب 90. ريزيستور واندكتيف كويل لا المفروض العكس، لو هو كده يبقى دي الاجابة الصح. يبقى نشخبط هنا كده. طيب معلش في حاجتين بس نرجع لهم افتكرتهم. هنا بيقول لي direction of direction، يعني ما ركزناش على كلمة direction معلش. لو دي لو ما قالش كلمة direction كنت هحل كده، بس طالما قال direction يبقى المفروض لو ال current in same direction ال mutual force دي هتبقى ايه؟ هتبقى attraction force. طب لو ال current in opposite direction يبقى انت ده الحل، لو ال current in opposite direction هتبقى repulsive force. لا انت هتجاوب له الايه الاجابتين، يبقى بتعتمد على ايه؟ على ال current in each wire او direction of current in each wire. يبقى ال direction of mutual force depend on direction of current in each wire، هتكتبها كده. هنا برضو احنا حسبنا، بس نحسب تاني وهنحسب دي كمان عشان يبقى كل حاجة عندك. معلش يا جماعة دي لما حسبناها طلعت ب 2.011، عشان بس الناس اللي عندها ضمير في الحل وهتحل ورانا. طيب 10 باور نيجاتيف 3 تسلا. تعالوا نحسب دي كمان، ودي كمان حسبناها، وال L هنا طلعت بكام؟ 4.02 تايم 10 باور نيجاتيف 4 هنري. نرجع بقى احنا كنا بنقول ايه؟ مش بطيء السؤال ده. شابتر 7 ملغي. جيف ريزون السؤال ده شابتر 8 ملغي. السؤال ده برضو شابتر 6 ملغي. بيقول لي هنا